348 وحدة سكنية. وأكدت هيئة استثمار محافظة ديالى أن الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مدينة خانقين بفضل جهود قوات البيشمركة والأسايش جعل من المدينة منطقة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى إمكانية إنشاء مشاريع استثمارية أخرى في القطاعات المختلفة. بهدف حل أزمة السكن والتضخم الحاصل خصوصا بعد الانفتاح الكبير لمدينة خانقين وإيوائها لآلاف الأسر النازحة من مختلف مناطق العراق، حتى تم وضع حجر الأساس لمشروع الوان سيتي السكني والذي تنفذه شركة سجرما الاستثمارية بكلفة 33 مليون دولارا والذي يضم 348 وحدة سكنية، حيث تم وضع حجر الأساس بحضور محافظ ديالى وقائم مقام قضاء خانقين. ما نزف في البشرة لأهالي ديالى في وضع حجر الأساس لمشروع في خانقين، مشروع سكني لنثبت للعالم بأن ديالى آمنة، والدليل على ذلك هو وضع حجر أساس لهذه المشاريع. اليوم ولا زمن الإرهاب، واليوم علينا البدء بصفحة الإعمار والاستثمار، ومن هذا المنبر ندعو جميع الشركات إلى الاستثمار في محافظة ديالى. ديالى آمنة 100% الحمد لله، وعليهم التوجه إلى ديالى وسنكون لهم عونا. سنذلل الصعوبات والمعوقات التي كانت سابقا، ستكون إجراءات جديدة إن شاء الله في محافظة ديالى من أجل استقطاب الشركات الاستثمارية إلى محافظة ديالى. عدد الوحدات السكنية 348 وحدة سكنية بمختلف الأحجام، ومدة التنفيذ إن شاء الله عامين. ومن جانبه أكد رئيس هيئة استثمار محافظة ديالى إن بفضل الاستقرار الأمني الذي تشهده مدينة خانقين جعل منها منطقة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار. قامت هيئة استثمار ديالى بتحديد المناطق الاستثمارية الجاذبة في المحافظة، فكانت خانقين تعتبر منطقة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار. لذلك ارتئينا في السنة السابقة أن نرفع شعار نبدأ من خانقين بالترويج للاستثمار، فكانت الثمرة ثلاث مشاريع سكنية في خانقين مع مول، مع مجموعة فرص استثمارية حقيقية نعمل معها مع البلدية ومع الجهات الأخرى، مع السيد القائم مقام في الحكومة المحلية في خانقين. فحقيقة انطلاقتنا من قضاء خانقين لغرض ترويج الاستثمار ولإنشاء مشاريع استثمارية في كافة القطاعات، ليس السكن، في كافة القطاعات سياحية، سكنية، تجارية، زراعية، أيضا من الممكن مع مدن الألعاب، لأنه خانقين مهيئة للاستثمار. أكيد بفضل الاستقرار الأمري وطوبوغرافية المنطقة، بفعل وجود عوامل ثقافة استثمارية في المنطقة من قبل أهالي خانقين، ونأمل احنا حقيقة أنه في عموم المحافظة ننهج نفس النهج لإنشاء مشاريع سكنية للقضاء على أزمة السكن في بعقوبة وبلد روز والخالص والمقدادية وبني سعد، وكذلك مشاريع ترفيهية سياحية ومشاريع صناعية. إذن بفضل الاستقرار الأمني الملحوظ في مدينة خانقين والذي وفرته قوات الأسيش والبيشمركة والذي جعل منها بيئة استثمارية جيدة على العكس من باقي مدن محافظة ديالى. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، علي محمد. أخيرا، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أشتون كارتر وزيرا للدفاع خلفا لتشاك هيغل بأغلبية 3